بشير نحكي لكم على ترجي ضغبت على فينال رجاء الشهير، علاش ما لعبتش وقتها؟ فينال الرجاء لعبت فينال الرجاء، مش كنت احتياطي وقتها؟ في اللالي في اللالي في الرطور لعبت. علاش اللالي ما لعبتش؟ طارق ثابت كان حاضر اكثر مني. فهمتك. لعبت دوز فينايات ايضا، هزيت كاس الكاف وكاس كاس الكؤوس، معناها مسيره محترمه جدا حتى من ناحيه الالقاب البطولات. ما تشوفش ما لقيتش حظك كما يلزم؟ هو انا برك ما لقيتش حظي برشا، اللي في الجيل نتاعي الوقت هذاك ما لقاوش حظ، مش كان بشير صعباني برك برشا. بون فما برشا اسامي ده، حتى مثلا طارق ثابت قبل لعبت، تحكي لي برشا على طارق ثابت. انت رغم اللي عامل مسيره ممتازه معناها سواء بطولات والا كؤوس، ما تحكيش نفس عليك طريقه العباد، نجم نقولوا حتى نسيتك العباد منك انت تقصير، نجم نقولوا نجم زيادة. يكون تقصير مني انا، خاطر انا ملي بعدت على الكوره بعدت جمله حتى على حتى على 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 باختيار منك انت. ما هي ماني قلت لك ظروف حكمت باش انا نبعد جمله وكا، فهمتني؟ ديربي 99 تتفكروا ضد صارت ورقه حمراء وقتها، دخلت احتياطي، دخلت المقابله وانت بعد ما خذيت ورقه حمراء، من احسن الماتشات نجم نقولوا عليك في حياتك، وانا نسيت الماتش. ماتش فينالك؟ اي دربي وقتها. اي ماتش دربي فينال. اي فينال. شنو تفكر منه الماتش هذاك؟ ماتش كبير خاطر الناس الكل تفكر الماتش هذاك عملته. والله هي صارت فيه ضحكه هي الماتش هذاك، فهمتني؟ اللي هي وكي دخلت انا وقتها صار بيلانتي. مع اسمه كنا رابحين انا زيرو. اي ودخلت في بلاصه وليد عزيز الرقوش. وصارت البيلانتي وقتها تعدى ولينا نول بعد مركة حسين القابسي منتصاني. اي شنو هي الضحكة؟ فهمتني؟ الضحكة وقتها شنو هي؟ الجماعة قالوا لي ما لقيت ما تعمل، شنو هي؟ قلت لهم هبطي لي درج خلينا نكمل الماتش معاكم، ودخلنا في الوقت الاضافي. فهمتني؟ قلت لهم ما عجبتنيش انا ندخل درج ونخرج. باهي باش شكون اقرب لك بين الاسبيرونس والسي ا بي؟ شكون الفريق الاقرب ليك؟ انا؟ اي بيع فريق الام سي ابي اقرب لك متفاجئ. سي ابي وترجي كيف كيف. في وقت من الاوقات قلت انا ولد ليسبيرونس مش ولد السي ابي. اي بالحق، خاطر ايش نقول لك، صارت برشا حكايات يعني كلي في بنزرت تجاهلوني ياسر، فهمتني؟ مثلا فيش تجاهلوك؟ في برشا حاجات هكا، مثلا كي تبدا فما تظاهر فما لما ولا حاجه هكا، فهمتني؟ عمرهم ما كلموني ولتو داير حتى لتو. ترجي كلموك؟ كلموني لوي كلمني وقتاش يكلموك؟ لا هو ترجي تو عندهم مدة ما كلمونيش، فهمتني؟ بعد ذاك التصريح اللي عملته، فهمتني؟ التصريح بخصوص المئوية ما استدعاكش انت وقتها؟ لا ما استدعونيش. علاش؟ انا عرفت علاش غضبتك؟ بيان سور دغيا، كي تلقى ناس اللي بعاد على الترجي موجودين، ولد الترجي اللي كوميم وقت نقول جايب معاهم تيتروات، انا تيتروات من دمي. ما يعلم حد انا شنو كيفاش كيفاه في ماتشوات لعبتهم، ماتش منهم ماتش الرجاء فينال اللي في تونس. حتى حد ما يعرف بشير السحباني كيفاش هبط الماتش هيك. كيفاش هبط؟ انا الشيفي نتاعي عامل انطورس وهبطت كور وهبطت نكور، فهمتني؟ حسره كبيره الماتش هذاك، حسره كبيره برشا بالطبيعه. اما تعرف بين بشير انت تعرف سبب علاش ما عيطولكش؟ والله ما نعرف بصراحه جملة، والله ما نعرف. مبالكش نساو؟ ممكن نساو، نجم يكون نساو. باهي ما دامك حكيت على الالقاب وديترويت، شنو رايك في الكلام اللي قالوا زياد الجزيري؟ اكيد سمعته على القاب الترجي في الوقت هذاك. يظهر لي بالنسبه لزياد لعب ضد الترجي ولعبنا ضد بعضنا، والترجي كانت الوقت هذاك راهو باش تحكي على بطولة على اثنين. تحكيش على سبع بطولات راهو في جرة بعضها. غلط معناها. غلط في حديث. وقت يقول لك الترجي فما متتروات هزتهم. ما استفدتش الترجي من التحكيم؟ شو ايش نقول لك؟ والله انا في في الوقت هذاك بالنسبة لي انا الترجي اقوى جمعية. راهو ايكيب تقعد ثلاث اربع سنين ما تخسر حتى ماتش. مش بالسهل. صحيح. مش من ملحيت هكاك، فهمتني؟ معناها ما فماش كانت اعانات من التحكيم جمل. تو انت تقول لي مشكوك فيها. انا ما قلت لك شيء. لا يقولوا يقول كما زياد يقول مشكوك فيها من البطولات. ايه. وقت اللي انت تجيب تحكيم من برا وفي بلادك
وتخسر وتقول لي مشكوك فيها منين شنو وين ما فين باه واضح خالد الكلام باه خاطر ريت الكلام هذايا تو تشكك في اللي في كيب كامله راه